الاستوار نتاعنا ثلاثه في الشامبيونا كانوا دور مش اليوم بركه سواء نتاع باجا اللي جات اونتر لي دو فينال نتاع الشامبيونز ليغ ولا نهار الاربعاء خاطر كان صعيب تحضيرها برشا في ظل الاختراق نتاعنا نتاع الشامبيونز ليغ ولا اليوم زاد نصوم نوتر ثوازيام ماتش تقريبا في 8 ايام لكن فرحان برشا لانه انتصار مهم جدا يخلينا في المركز الاول ثلاثه مباريات ثلاثه انتصارات الترجي التونسي اظهر انه معناها وقت اللي يتيح معناها يقوم فيه صح ما يتضربش بالكاو سا سي امبورتون ثم كيما شفتوا معناها لي زادفيرسير نتاعنا ما نجمش نلوم عليهم يلعبوا مع الترجي الرياضي التونسي دافعوا باكثر عدد ممكن من اللاعبين حقهم في ذلك لانه الترجي يعرفوا انه الترجي الرياضي التونسي ما نجموش يجاريوا نسق الترجي الرياضي التونسي وامكانيات الترجي الرياضي التونسي الفنيه والبدنيه احنا نحاولوا باش نطلعوا في نسق المباراه من بدايه المباراه حتى لين معناها نلقاو الحل ويجي الهدف الاول بعد ما يجي الهدف الاول بعدين المباراه تسهل بالنسبه لنا على خاطر عزيمه اللي كان عليها الفريق المنافس تهبط شويه نوعا ما هذاك اللي صار تقريبا في ثلاث مباريات اللي لعبناهم من بدايه الموسم الى حد الان كما كنت نقول قبيله قاعدين نحضروا معناها في لابريوس والمساكني ابريانيك نيانغ شفتوا ايمانويل كلوتي اليوم شفتوا معناها هيثم جويني اللي قدم مباراه ثانيه ممتازه جدا ان شاء الله المستقبل يكون احسن بيتشان. خالد العيار يا كوتش كان ولا لغز شويه حتى البيبليك اليوم دخل معاه شويه في مناوشات. اهلا بك كريم. والله هذا الشيء اللي ما نحبوش هي معناها سواء بالنسبه لخالد العيار بالنسبه لضربه الجزاء معناها البيبليك يتفرج وكل شيء لكن معناها لي ديسيزيون يجيو لونترنور احنا عندنا امورنا عنده الحق باش يغضب على ملاعبي ويغضب واحد لكن ما نحاولوش معناها نطيحوا له من معنوياته عياري لو ما عمره الا 22 سنه الى 90 مازال انا شخصيا مازال معناها عندي فيه ثقه يلزمنا نتهاو به اكثر نحيطوا اكثر خاصه معنويا لانه عنده امكانيات هائله جدا احنا نحاولوا باش نعاونوه اقصى حد ممكن واذا كان ربي ما وفقوش ذاك التوفيق من المولى سبحانه وتعالى كيما نحب نرجع معناها لضربه الجزاء ضربه الجزاء معناها احنا عندنا برومي تيرور عندنا دوزيام تيرور عندنا تروزيام تيرور ماهيش فوضى هي معناها في البيبليك يقول فلان ولا فلان ولا فلان نو فما قوانين في الاسبيرونس فما ناس معناها اخصائيه معناها كي انا نعطي بينالتي ليوسف البلالي وخالد المولي برومي تيرور ما باش يتغشش خالد مالور كو يوسف كي ما يشوتاش ما يتغشاش خاطر ما يعرفش روحه برومي تيرور ان شاء الله يجي نهار يقول يوسف البلالي برومي تيرور ويشوط هو البينالتي وي سي ان بون ماتش ايمانويل كلوتي معناها بالرغم دوزيام تيتولاريزاسيون نتاعو في ظروف معناها ما نقولش صعيبه لان ظروف اليوم خير من مباراه الاولمبي الباجي تحرك رغم الكثافه العدديه اللي كانت موجوده معناها في الخطوط الخلفيه نتاع اولمبيك الكاف تحرك جاب الاخطر معناها كان بامكانه باش يسجل هدفين بخلاف الهدف معناها اللي سجله حط روح في سيتواسيون باهين بالنسبه لهيثم معناها جليت توجور دي انا مالوريزمون ما خلطتش كي نحطو في ليست افريكان بالنسبه لي انا هيثم ضيع عام كامل وقت الى تيرجي فيرسي ما حبش يصحح على يهدي يهدي لك ولاد معناها ولاد الحرام ما حبش يصحح معناها في الكونترا نتاعو ولا توا راهو عنده عامين هو تيتولير في الاتاك نتاع ليسبيرونس سي ان جون كي برومي اللي معناها يسمع الكلام منظم تكتيكمون اتليتيكمون قوي برشا تكنيكمون زاده الى اون مارش الى 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 اون مارش بروغريسيون كبيره برشا دونك الحمد لله. علاش بالضبط حبيت كلوتي شاد خلف هذاك؟ حكيت اصرار يا ولدي خاطر نعرف انه ايمانويل كلوتي عنده تير قوي تير بويسون دونك يعني با فوتو حبيت دخله في الاجواء اكثر وحطيت في الشباك خاطر ديما كيبدا عندك ملاعب جديد كي اتاكون كي ماركي بونتو علاش سي امبورتون باش يماركي كلوتي سي امبورتون باش يماركي هيثم خاطر احسن حاجه بالنسبه لاتاكون سي دو ماركي دي بوت وانا ديما نقول لهم راه فو ماركي دي بوت سي با غراف اذا كنت فلتو